نبدأ دلوقتي نتكلم على الفانكشنال بلوك ديجرام ميكانيكال فنتليتور. بيسيكلي في الاول خالص الانبوت للميكانيكال فنتليتور هو عباره عن اكسجين واير. هو بياخد الاكسجين والاير دول يعمل ميكسينج ليهم بالنسبه للطبيب طلبها. طبعا احنا بنتكلم على نسبه الاكسجين في الهواء الجوي بتبقى حوالي 21%. الطبيب ممكن يطلب انها تكون من 21% لغايه 100%، يعني ممكن يطلب بارتيكولار ميكتشر حسب حاله المريض زي ما كنا بنتكلم، علشان يحاول يعوض اي مشاكل موجوده نتيجه للثيكنس اوف بارير داخل الالفيلاي. فبالتالي بيبقى في عندنا اول مرحله في الجهاز هي عمليه الجاس ميكسر، والجاس ميكسر ده هو بيسكلي بيقوم بالعمليه دي ان هو حسب الانبوت من الطبيب هو بيعمل بعمليه الميكسنج دي بشكل سليم. طبعا بيبقى في عندنا طبعا باور سبلاي، بيبقى يعني الكتريكال باور طبعا بيبقى للجهاز كله. وبعد كده بعد ما بيبقى في عندنا عمليه الجاس ميكسنج دي تمت، بناخد الميكشر اوف جاسز دوت ونروح بيه بعد كده لحاجه اسمها فلو او بريشر جنريتور. لو احنا تذكرنا عمليه الانالوجي بتوين الميكانيكال والالكتريكال كوانتيتيز، احنا هنا بنتكلم على ان احنا بنحط حاجه زي فولتج سورس او كارنت سورس. لو احنا بنتكلم على بريشر جنريتور يبقى بنتكلم على فولتج سورس، لما بتكلم على فلو جنريتور بتكلم على كارنت سورس. لو عندي دايره فيها ريزيستنس وكاباسيتنس وعايز ان انا اشحن الكاباسيتنس دي، ممكن ان انا احط كارنت سورس واشحن بيه الكاباسيتنس بشكل زي ما بقدر اشحن بفولتج سورس. فهنا احنا ممكن نختار بين الاثنين، وعاده ممكن الطبيب يختار اذا كان هو عايز يمشي بدي او بدي زي ما هنتكلم بعد شويه. بعد كده يعني الجنريتور ده كده ده السورس نفسه، بيبتدي بعد كده انترفيس مع البيشنت من خلال حاجه بنسميها البريدنج سيركت. دي عباره عن عمليه الانابيب اللي هي بتوصل من الجهاز للبيشنت، وهي بيسكلي يعني بتبقى عباره عن بس باسيف سيستم كده بيتيح مثلا زي الانابيب دي كده بيتيح للهواء اللي احنا عملنا له يعني جنريشن هنا سواء كميكشر او كبريشر او كفلو، وفي الاخر ده يوصل عايزين يوصل في الاخر للبيشنت علشان يقدر يعمل عمليه الفنتيليشن. فبالتالي الجزء البريدنج سيستم ده بيبقى عاده باسيف. قبل ما الهواء يوصل للبيشنت لازم يكون في عندنا حاجه بنسميها هيوميديفاير. هيوميديفاير ده هدفه ان هو يرطب الهواء اللي رايح للبيشنت، عشان زي ما هنشوف بعد شويه لو الهواء ما هواش فيه رطوبه، لو هو دراي ممكن يعمل بعض المشاكل الصحيه بالنسبه للبيشنت. فالهواء بيروح كده للبيشنت بيسكلي يعمل عمليه الانسبيريشن. وانس عمليه الانسبيريشن خلصت بيبقى في طريق تاني يمشي فيه الهواء علشان يعمل اكسبيريشن من خلال برضه البريدنج سيستم. والبريدنج سيستم هنا المره دي بقى مش بيرجع تاني للفلو جنريتور، لا بيمشي في طريق تاني خالص بنسميه بنروح حاجه اسمها اكسبيراتوري فالف. ده عباره عن فالف يعني بيفتح لما بعمل اكسبيريشن، ممكن اتحكم فيه علشان يعني مش يفتح بشكل كامل، يفتح بشكل انا محدده علشان بيبقى فيه بعض الفوائد الصحيه ان حاجه زي كده تحصل. وبالتالي الهواء اللي خارج بعد كده منه بيروح بعد كده في الغرفه او في اي يعني بيطلع خارج الجهاز عموما. وبالتالي الجهاز الحقيقه في منتهى البساطه زي ما انتم شايفين. طبعا بيبقى فيه عندنا مجموعه من الحاجات الاضافيه لازم تكون موجوده. بداية بيبقى في عندنا monitoring and alarm systems، بيبقى في عندنا يعني عشان نقدر نعمل generation للflow أو pressure المطلوب لازم بيبقى في monitoring للpressure وللflow اللي داخل للpatient، وبالتالي بنعمل لها control علشان نقدر نوصل مثلا نسبة الهواء اللي احنا عايزينها أو يعني كمية الهواء اللي احنا عايزين نوصلها للpatient، ونتأكد إن الهواء pressure بتاعه safe بالنسبة للpatient وهكذا. بيبقى في عندنا طبعا حاجه زي يعني حاجه زي يوزر انترفيس. يوزر انترفيس بيبقى حاجه عاده بالشكل ده كده يسمح للطبيب ان هو يحدد البارامترز بتاعت الفنتيليشن علشان الجهاز يقوم بيها بشكل سليم. فبيسكلي هنبتدي نتكلم دلوقتي على كل واحده من البلوكس دي بشكل مفصل اكتر.